السلام عليكم. نجا يوسف بعد أكثر من عام قضاها في معتقل الميليشيا أفرج عنه بصفقة تبادل أسرى. يوسف عجلان صحفي شاب توقف عن مزاولة مهنته عقب اختطاف سابق وتهديد بالتصفية، لكن ذلك لم يكف، ربما شاء الله أن يختطف ليعود ويتحدث وينقل مأساة المئات من المختطفين في سجون الميليشيا من صحفيين ونشطاء ومدنيين لا لهم في الباع ولا ذراع كما يقال، عن شخوص غيبوا. نجا يوسف وها هو يعود اليوم من جنيف بعد أن قدم ما استطاع من صورة عن معتقلات الميليشيا. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يفرد حلقة خاصة اليوم للحديث حول قصة الاختطاف التي حدثت للصحفي يوسف عجلان، كيف اختطف وكيف تمت معاملته، عن زملائه الصحفيين، عن مصيرهم وواقعهم في سجون الميليشيا، ما الذي قدمه يوسف أيضا في جنيف، وكيف سيقدم هذا الملف للعالم والمهتمين بالانتهاكات الصحفية، كيف ينظر المجتمع الدولي للصحفيين اليمنيين وكذلك المخفيين والمعتقلين، وما هو دور الحكومة بهذا الصدد؟ ملف شائك بل وواحد من أعقد الملفات في مسلسل الانقلاب. بداية أرحب بك يوسف عجلان ضيفا عزيزا على المساء اليمني، أهلا بك. يا مرحبا بك. إذن يوسف وكذلك المشاهدين الكرام، سنذهب إلى تقرير أعده زميل منصور النقاش ثم نبدأ النقاش مع يوسف عجلان. لم أكن أتوقع يوما أن أكون خلف القضبان. وقف على منصة لا ليروي قصته فحسب، بل ينقل معاناة شعب يعيش عزلة قاتلة بعد أن أصبح البلد برمته معتقلا كبيرا. الصحفي يوسف عجلان الذي أفرج عنه في 23 من نوفمبر بعد سنة وخمسة وأربعين يوما قضاها في معتقلات ميليشيا الحوثي بصنعاء، يقدم شهادته مدافعا عن حقوق الإنسان في واحدة من أهم المنصات الحقوقية في العالم. إدخال المساعدات الغذائية الكافية نتيجة الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على بعض الموانئ التي تسيطر عليها، كما يقومون بسرقة وبيع المواد الغذائية المقدمة للشعب اليمني. يتحدث الصحفي يوسف عجلان عن جرائم تعذيب الميليشيا للمعتقلين وعن معاناة المختطفين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن وضعه كمختطف في سجون الميليشيا، متطرقا إلى أساليب التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها هو وزملاؤه الصحفيون والمختطفون. يوسف واحد من عشرات الصحفيين ومئات المدنيين ممن اختطفتهم الميليشيا من منازلهم ومن الشوارع، وعلى تنوع أسباب الاعتقالات فإنها تجمعهم تهمة واحدة هي العدوان الخارجي الذي بات مبررا يقدمه الحوثيون لكل جرائمهم، بما في ذلك المحاكمات الشكلية. بحسب أحد التقارير فإن 55 صحفيا ممن تم اختطافهم تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي، ناهيك عمن قضوا تحت التعذيب أو اتخذت منهم الميليشيا دروعا بشرية. نجا يوسف بصفقة تبادل، نجا مختطف مدني جرت مبادلته بأسير حرب، وخرج من معتقل الميليشيا ليروي للعالم جزءا من مأساة اليمنيين. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بك يوسف هنا، أهلا وسهلا بك نارت الاستوديو. لا أعرف من أين يمكن أن نبدأ يوسف، كيف تم كل ذلك؟ كيف تتذكر كل ما حدث اليوم وأنت في اسطنبول بعد أن كنت في جنيف، كنت أيضا في مأرب قبل ذلك وكنت في المختطف؟ بداية مسألة أن الواحد ينسى ما حدث داخل السجن أمر صعب، يعني ربما خصوصا أن الواحد في اليمن يخرج من سجون الحوثيين لا يجد الشيء الذي يساعده على أن ينسى ما يحدث، بداية بتذكر الماسي، إضافة لأن حاليا أنا أعتبر نفسي مشرد، خرجت من صنعاء، خرجت من منزلي، خرجت من المكان الذي ولدت فيه وعشت فيه يعني حياتي كاملة، يعني حاليا أتواجد في مدينة غير مدينتي رغم أنها تعتبر مدينة يمنية وفي مأرب، إلا أنني خارج المكان الذي أنا عشت فيه. هذه تعتبر يعني أعتبرها مأساة، يعني فوق مأساة سجني، لكن الحرية ليس لها ثمن. طيب عندما نعود إلى اللحظات الأولى، كيف تمت عملية الاختطاف؟ هل لنا أن نتطرق إلى هذا الجانب؟ اختطافي كان ربما له تهديد مسبق بعدم عملي في مجال الصحافة، إلا أنه كان ربما الأشخاص هناك يحاولون أن يدخلوني السجن بأي طريقة. في منتصف أكتوبر 2016 أثناء عودتي إلى المنزل جاء مسلح على متن طقم عسكري
وجهوا أسلحتهم باتجاهي، طلبوا مني الذهاب معهم إلى القسم، قسم شرطة. أنا أول ما جاء المسلحون وجهوا أسلحتهم طلبوا مني الذهاب معهم، عرفت أنني بدأت بالدخول إلى مرحلة جديدة هي مرحلة السجن والاختفاء. لم أفكر إلا كيف أوصل رسالة إلى أسرتي أنني تم اختطافي. هذا كانت أكبر يعني أكبر شيء أحلم به في هذه اللحظات. نقلت إلى القسم شرطة، وكان الشيء الجميل أن أحدهم عرف أنه تم أخذي، جاءت أسرتي إلى أحد إخواني إلى القسم، كان يحاول أن يفهم لماذا تم اعتقالي، لم يجيبوا علي. بعد 6 ساعات تم أخذي وإخفائي إلى البحث الجنائي، لكن أسرتي ما لم تعلم. أنت كنت تعلم أين، يعني عندما كنت تذهب إلى أماكن نعم. كنت تعرف أين أنت؟ نعم. طيب، في البداية كنت في قسم الشرطة ثم إلى سجن الأمن البحث الجنائي. ما هي طبيعة التحقيقات التي كانوا يطرحونها؟ ما الأسئلة؟ الأسئلة جميعها حول عملي الصحفي، أين أعمل، إلى أي مدى تواصلي مع الإعلاميين سواء داخل العاصمة أو خارج العاصمة صنعاء، من هم الأشخاص الذي أنا على تواصل بشكل مستمر، من تبقى من الصحفيين داخل العاصمة صنعاء، كانوا يبحثون عن جمع أكبر عدد من الصحفيين لا يزالون يعتبرونهم يشكلون خطرا على جماعة الحوثي، لأن جماعة الحوثي تعتبر أي شخص يشتغل في مجال الإعلام هو عدوهم الأكبر قبل عدوهم الذي يقاتل في الميدان. فكان أول شيء يبحثون عنه من لا يزال متواجد في العاصمة صنعاء أو في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي من أجل الوصول إليهم واعتقالهم. أضف إلى ذلك التواصل مع الصحفيين خارج اليمن من أجل يعني يتم إلفاق كثير من التهم عني، أن يتواصل مع أشخاص يعتبرونهم عملاء وخونة. طيب، هذه في هذه النقطة أنت يعني تم النقل لأكثر من مكان. نعم. أليس كذلك؟ من إلى 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 أين؟ يعني البداية كانت في قسم شرطة الحميري، ثم البحث الجنائي، ثم احتياط الثورة، ثم الأمن السياسي، ثم سجن المركزي، وأخيراً كان في الشرطة العسكرية. هل كانت بي يعني هناك مسببات لعملية النقل أم الأمر في قسم الشرطة كان الاحتجاز الأولي، ثم بعدها البحث الجنائي هو مكان التحقيقات التي جرت معي لمدة 26 يوم تحقيق تعذيب إلى ما شابه، وكان هذا هي تحقيقات وتعذيبات. نعم، يعني البحث الجنائي الذي كان يعتبر بحث جنائي متخصص في القضايا الجنائية تحول إلى بحث متخصص بشكل 80-90% بنسبة 90% للمعتقلين سياسيا، تعذيبهم، إخفائهم عن أسرهم. أحيانا تجد أشخاص لهم 3-4 شهور في البحث الجنائي لا أحد يعرف مكانه. هناك مسميات داخل البحث الجنائي في 3 سجون، أحد السجون يسمى السجن المخفي، وهذا من المستحيل أن يصل أحد ومعرفة أنك موجود داخله. بعكس مثلا في أحواش أخرى داخل السجن البحث الجنائي ممكن تستطيع الوصول إليه. فكانت 26 يوم يعتبر أحد أسوأ الأماكن التي يعني دخلتها. ثم بعد 26 يوم نقلت إلى احتياطي الثورة، وهذا الاحتياطي كان الوسيلة التي أوصلتني إلى عائلتي ومعرفة عائلتي بوجودي بعد مرور 2 شهر على سجني. وهو كانت الأخبار منقطعة تماما عنها؟ لا، أنا موجود في السجن، ماذا يحدث هم مش عارفين أنا فين وما الذي يحدث وماذا يحدث في السجن. كان يعطوهم بين الحين والآخر أنني متهم بقضية، يعني قضية، أحيانا أنني صحفي أتعامل مع العدوان، أحيانا كانوا يقولوا أني ضمن خلية إرهابية، يعني كل فترة أخرى يعطونهم أخبار وتهم عجيبة. يعني استغربت أنا بعد لقاء أسرتي لم تستطع إخباري إلا بعد مرور 8-9 أشهر بحقيقة ما كانوا يعطونهم من أخبار. طيب، بعد أن عرفوا مكانك تواصلوا معك الأهل، كان هناك سهولة في أن يتواصلوا معك في المكان الجديد أو في المكان في الاحتياطي؟ احتياط الثورة بقيت فيها تقريبا 50 يوم، 4 مرات فقط سمح لهم بالزيارة، ثم تم إخفائي مرة أخرى، إخفاء قسري إلى الأمن السياسي. جلست 3 أسابيع يبحثوا عني حتى وجدوني. فكان يعني صعوبة، كان حتى في الزيارات أثناء الزيارات لا يستطيع حتى الحديث مع العائلة، كان يعني أكون متواجد داخل أثناء الحديث معهم خلفي أحد السجانين يسمع كل كلمة أتكلم معهم. فكان حتى الحديث معهم كان صعوبة أنك توصل لهم رسالة أو يعطونك أخبار من الخارج. فكما أخبرتك يعني أثناء تواجدي في السجن المركزي كان ربما أسهل
بتعامل معهم أو مثلا أخبارهم يخبرونك بكل ما يحدث. طيب هم كيف وصلوا لك؟ بحث شاق وطويل. أسرتي يعني قدمت مبالغ طائلة وقدمت يعني عبر أشخاص وشخصيات يعني في هناك تواصل مع عائلتي ووسطاء من أجل معرفة مكاني أولا، ثم محاولة إخراجي. وكلما كان هناك محاولة لإخراجي كان في أشخاص يرفعون تقارير إضافية لإبقائي داخل السجن. هل علمت طبيعة هؤلاء الأشخاص؟ هل هم يعني صحفيون أم لا؟ يعني أشخاص لا أستطيع الحديث عن أسباب خاصة. طيب انتقلت، قلت لي بعد ذلك تم إخفاء قصرا مرة أخرى، أو لم يعرف أهلك عنك مكان تواجدك مرة أخرى، لما تستمر أو كم المدة التي استمرت؟ هي أسرتي زارتني، كانت تم نقلي يوم الأربعاء بشكل يعني كان حتى شكل أننا ربما تنظيم القاعدة يتعاملوا معهم بهذا الشكل. جاؤنا أشخاص ملثمين مسلحين، أخذونا كلبشونا إلى الوراء وغطوا عيوننا، أخذونا إلى باص يعني حتى يعني كأن احنا اعتقدنا ان احنا فعلا ارهابيين. ونقلنا الى الامن السياسي، جلسنا 3 أسابيع ما كناش عارفين اصلا في المكان اين نحن متواجدين. عرفنا ان احنا في الامن السياسي الا بعد مرور 3 أسابيع. فبعد 3 أسابيع تفاجئنا يخبرونا ان في معنا زيارة. عندما خرجنا عرفنا يومها ان احنا في الامن السياسي. يعني زيارة من قبل الاهل؟ ايوه نعم. هذا كان آخر مكان أم لا؟ لا مكتوب. هذا طبعاً جلست في الأمن السياسي 5 أشهر، وخلال 5 أشهر كان بين حين آخر يتم إيقاف الزيارات. كان أحياناً في آخر شهر لي في الأمن السياسي منعت زيارات، منع حتى إدخال الطعام، منع إيصال لنا أي معلومة من الخارج بحجة عندما انتشر مرض الكوليرا، وهم اتخذوها فرصة لمنع الزيارات من باب أمام الرأي العام. إحنا منعها من أجل حتى لا ينتقل المرض. بعد 5 أشهر نقلت مرة أخرى إلى السجن المركزي، 2 أسبوع مرة أخرى إخفاء قسري. أسرتي لا تعلم شيء، عرفت بعدما أحد المتواجدين في السجن سرب خبر إليهم أنني موجود. طيب هذه يعني الانتقالات كلها كانت السجون انفرادية أم سجون لا مع هي مع كانت آخرين؟ سجون عامة باستثناء البحث الجنائي، جلست في زنزانة انفرادية. طيب يعني عندما نتحدث عن الانفرادية أو لما يعني كنت بمفردك، كم مدة كم كانت المدة؟ كانت 26 يوم. 26 يوم بمفردك؟ لا أنا أعتبر نفسي محظوظ أني 26 يوم. في ناس بقوا 3 أشهر، بعضهم 7 أشهر. أنا جلست مع كثير من المعتقلين، أحدهم أخبرني أنه جلس 11 شهر وهو في زنزانة انفرادية ما أحد يعرف عنه. عرفوا أسرته أنه موجود بعد مرور تقريبا 11 شهر لما تم إخراجه إلى عنبر، واستطاع عبر أحد الأشخاص أنه يهرب معلومة أنه موجود حتى وصل الخبر إلى أسرته. يعني 9 أشهر في الزنزانة الفرادية وشهرين في زنزانة عامة حتى استطاع يخرج خبر. في ناس حتى الآن بعد مرور 2 سنين، بعضهم 2.5 سنين، إلى الآن لا يعرفوا عن أسرهم شيء. طيب هذه القصص التي تسمعها كنت من بقية يعني المسجونين أو المختطفين، هل كانت تخفف عنك أم كانت تزيد الطين بلة؟ لا يعني أنا كنت أعتبر نفسي محظوظ. كنت أحاول أنا شخصيا أني أحاول أصبر بعض الأشخاص. هناك معتقلين مثلا من محافظات أخرى أسرهم بالنادر تزورهم بعد 3-4 أشهر، يعني تستطيع زيارة لأنه صعب التنقل بين محافظة أخرى. أحيانا يأتوا إلى السجن مثل ما يحدث حاليا في الأمن السياسي بصنعاء. حاليا تأتي أسر من الحديدة أو من ريمة أو كذا، تصل موعد الزيارة تم إلغاء الزيارات. فمعاناة أخرى التنقل، معاناة بقائهم في صنعاء، معاناة ما يدفعونه من مصاريف، ومع ذلك الحوثيين يمارسون يعني جرائم بشعة بحق المعتقلين حاليا، يعني يخفوا الأهالي عن أولادهم. أضيف إلى ذلك أنهم يمنعوا إدخال الأكل، سحبوا بعض الملابس مع أنه في الأمن السياسي ممنوع إدخال الملابس باستثناء الملابس الداخلية، سحبوا معظم الملابس وعطوهم فقط ملابس اللي هي مخصصة للنيابات الزي الأزرق. يعني هناك تعامل بالذات الأمن السياسي، هناك تعامل بشع مع المعتقلين. طيب الآن أريد أن أسألك عن يعني إذا كان هناك مجال أن تتذكر لنا يوما تفاصيل يوم أحد الأيام، متى، هل كان هناك موعد معين للاستيقاظ أم أن يعني هل بداية في كل سجن أو مكان احتجاز يكون الأمر مطابق للظروف وطبيعة التعامل في السجون الأخرى، أم هناك خصوصية لكل مكان؟ في البحث الجنائي له خصوصية مختلفة عن السجون الأخرى. مثلا على سبيل المثال كان احنا داخل الزنزانة الفرادية ما فيهاش ضوء،
ظلام طوال 26 يوم كان ظلام، حتى عندما يتم نقلك إلى المحقق أثناء التحقيق بدأ عندما يفتح الزنزانة يجي الكشاف مع السجان يغطي عيونك ويأخذك للمحقق ويرجعك، ظلام خلال 26 يوم. كان صباحنا كنا لا نعرف بالوقت إلا أثناء الأذان، نفس القصة أيضا، هذا الحكاية أنه ما نعرف شو الوقت موجودة أيضا في الأمن السياسي، ما كناش نعرف الوقت لعندما يأذن نعرف أنه الآن أذان ظهر عصر مغرب عشاء. أضف إلى ذلك أنه كان يحاول السجانين أنه ما يتيحوا لنا شو الحرية أن ننام أن نأخذ راحتنا، يجي لك وأنت نائم يدق الباب بشكل قوي حتى يزعجك، يجي يعني بشكل قذر يجي فقط يدق الباب كذا يسألك إيش اسمك، هو بالأمس نفس السؤال سأله فقط من أجل أنه يخليك في حالة نفسية سيئة. إحنا أيضا في الأمن السياسي كان الصباح يأتي الساعة 9 الصباح يجيب لك حبتين كدم تأكلها طوال اليوم، يجيب لك قليل فاصوليا أو بزال يعني عزك الله يعني الحيوانات لا تأكله. أضف إلى ذلك أنه كان معك حبتين كدم تأكله طوال اليوم، وأحيانا كان يعطيك كدمة واحدة. من الساعة 3 العصر كنا نشعر بحالة رعب، جميع المعتقلين والمساجين في الزنازين كنا نشعر بحالة رعب أنه بدأت مرحلة التحقيقات، كل شوي يجي يستدعي فلان يأخذه يطلعه يرجعه، أحيانا يرجعه في بطانية من شدة التعذيب، أحيانا يجي وهو ممسوك على واحد يستند ويرجم للصالة. أضف إلى ذلك أنه كان 3 العصر إلى 3 الفجر يعني عندما يطفو الأنوار خارج الزنازين هناك ضوء يتسرب إلى الزنازين، كنا نشعر أنه خلاص الآن صار 3 الفجر 4 الفجر، المحققين خلاص تعبوا يعني من التعذيب والضرب لهذا، الآن انتهى وقتهم خلاص يروحوا لهم نطمئن ونذهب إلى النوم يعني خلاص نشعر بالراحة في هذه اللحظات. طيب ما الذي صبرك أثناء يعني أنت تحدث على أنك كنت ترى نفسك محظوظ، ما الذي كنت تقوله يعني تنقل للبقية من المعتقلين أو السجناء، ما الذي تقوله لهم، ما الذي أبقى الأمل هناك في هذه اللحظات؟ لما تتذكر أنك أولا تحمل قضية، أنت يعني سجنك ما كانش لتهمة جنائية، أنت مش سارق اصلا او قاتل او كذا، لما حتى تكون مثلا معظم نسمع معظم الاخبار عن يعني السجناء انهم انتحروا وقتلوا او يعني كل واحد طعن الثاني او مشاكل، لكن انت قضيتك انك تحمل هدف انك شخص معارض للجماعه مسلحه جات يعني انتهكت كل شيء من اجل ان تبقى، فهذا الشيء يصبرنا. الامر الاخر لما تذكر ان عندك عائله، عندك اب ام زوجة أطفال، عندك إخوة، عندك ناس يحبوك يعني منتظرين خروجك إليهم، تقول يعني ممكن تصبر أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة بتصبر وتخرج لهم، يعني مهما عانيت داخل السجن جي يوم من الأيام تخرج تنال الحرية وتعود لأسرتك التي يعني عشت معهم حياتك أجمل أيامك، فهذا كان أكثر شيء يعني يصبرنا. أستاذنا يوسف أن نشرك معنا في الحوار عضو رابطة أمهات المختطفين سيدة أم أحمد التي تنضم إلينا من صنعاء، أهلا بك سيدة أم أحمد. بخير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أستاذة أم أحمد. إذن دعيني أسألك عن ما هو آخر المستجدات في ملف المختطفين من معلومات لديكم؟ مساء الخير سيدي ومساء الخير ضيفكم الكريم الأستاذ يوسف عجلان، محيي ونحيي شجاعاته، وتابعنا لقاءاته في جنيف وفي مجلس حقوق الإنسان ونشكر له هذه الشجاعة التي ظهر بها لتعرية جرائم الحوثيين وتعرية جماعة الحوثي التي دأبت على الانتهاكات الجسيمة في حق المختطفين الذين احتجزتهم بدون أي تهمة وبدون أي مسوغ قانوني. بالنسبة للمستجد في ملف المختطفين، لا تزال عملية الاختطاف مستمرة، والإخفاء القسري الذي طال الكثير من المختطفين ما تزال مستمرة، أيضا الانتهاكات التي تحدث عنها ضيفكم عندما كانت الأمن السياسي ما تزال تلك الانتهاكات تجري على نفس الوتيرة. الأمهات يقلقن بشكل كبير على أبنائهن عندما يعلم أنهم محرومين من الطعام، محرومين من الشراب، محرومين من أبسط الحقوق لديهم في داخل السجون، وأيضا لا يستطيعون حتى البوح بمثل هذه الانتهاكات لأهاليهم عند زيارتهم بسبب الحراسة المشددة والرقابة المشددة عليهم. فهذا هو المستجد في قضية المختطفين. طيب ماذا عنكم أنتم في رابطة أمهات المختطفين؟ ما هي آخر الأنشطة؟
نحن رغم تضييق الخناق علينا ذات الأمانة العاصمة يعني ما تمارسه جماعة الحوثي من تجريف العمل السياسي والعمل الإعلامي وحتى العمل الحقوقي، ما زلت نثبت وجودنا ونثبت مطالبتنا بالإفراج عن أبنائنا المختطفين. يوم السبت كان لنا وقفة أمام المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، طالبنا فيها بالإفراج عن أبنائنا، أيضا طالبنا فيها المنظمات الدولية وطالبنا فيها المجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف العمل على الإفراج عن أبنائنا المختطفين، والعمل أيضا على تحسين ظروف الاحتجاز إلى أن يحين الإفراج عنهم. طيب سيدة أم أحمد، الآن باعتبار أن يوسف بجانبي، ما الذي يعنيه هذا بالنسبة إليكم أنتم في الرابطة؟ نحن نفرح بخروج أي مختطف ونسعد كثيرا، يعني نحن كأمهات يسعدنا كثير خروج أي مختطف، ونطالب الجميع بالإفراج عن أبنائنا المختطفين دون اللجوء إلى تبادل أسرى، دون اللجوء إلى مقايضتهم بعسكريين. يعني صحيح أننا سعدنا بخروج الأستاذ يوسف عجلان، لكن ألمنا كثيرا أنه مختطف مدني صحتي لا دخل له بعمل العسكري، ومع ذلك يتم مبادلته بأسير حرب كان موجود في جبهة وتم أسره ثم يبادل به. يعني الرابطة تطالب بالإفراج عن أبنائه المختطفين بدون أن يقايضوا بالعسكريين. المختطفين هؤلاء المدنيين ولا علاقة لهم أصلا بالعمل العسكري ولا علاقة لهم بالصراع الدائر بين الطرفين، فلماذا يتم إقحامهم في هذا الصراع الدائر ويتم مقايضتهم بالعسكريين من الأسرى من الجهتين؟ أشكرك إذن أستاذة أم أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء في هذه النقطة التي تطرقت لها، وأنا أشكر جدا وجودها معنا في حلقة اليوم. يوسف، كيف نظرت إلى مسألة أن يعني خروجكم كان عن طريق تبادل أسرى؟ الواقع مؤلم، يعني أنا مختطف، يعني تم اختطافي من منزلي كثير، يعني تقريبا الذي يتم مبادرتهم حاليا 95% الذين يتم مبادرتهم مختطفين. فلما تكون أنت مختطف ويتم مبادرتك بأسير، أولا يحرمك معنى أنك تعود إلى المكان الذي سكنت فيه والذي أنت عايش فيه، خلاص الآن تم حرمانك، معنى أنه ربما لو أنت فكرت بالعودة إلى صنعاء أو إلى مثلا ذمار أو إلى المناطق التي أنت يعني تم اختطافك منها معرض للاختطاف مرة أخرى، وفي هذه الحالة أنت مستحيل يتم مبادلتك مرة ثانية. يعني هل يعني هناك إحساس أن الاتهام الذي تم اتهامك فيه عندما تمت المبادلة كأسير كأنه بات واقعا أو تهمة أو في الأخير هذا لا أحد يهتم بها، لكن أمام الرأي العالمي، يعني أمام الرأي الدولي، إنه الآن لما يتم تبادل هذا تعتبر جريمة، يعني والمجتمع الدولي يعني ساكت عن ما يحدث. أنا مختطف يتم مبادلتي أسير مقاتل في الجبهة، أسير استخدم السلاح، لكن ما كان يحدث يعني أثناء التحقيقات عندما يأتي المحقق يقول لك أنا أعتبرك أنت كشخص مختطف، يعني بشكل عام الصحفيين بشكل رئيسي ثم المختطفين بشكل عام، أنت أعتبرك أخطر من الأشخاص الذي يواجهني في الميدان، هذا يعني هذا الشيء الذي لدى الحوثيين، أنت أخطر من الذي واجه في الميدان، بمعنى أنه لما يبادلك بأسير هو يعتبر الأمر عنده عادي، وهو يستخدم الآن المعتقلين لإخراج أكبر عدد من الأسرى لدى الحكومة في مأرب وفي المحافظات الأخرى، فاستخدم الآن طريقة وهي تعتبر الآن طريقة لدى الحوثي، الحوثي الآن لم يعد يخرج أحد إلى صنعاء يعني بطريقة عادية، كذب من يقول ذلك، ما يخرجهم سواء بطريقة الفلوس أو مثلا ضمانات بشكل كبير، ضغط كبير، يعني لما يخرج واحد بضمان أنك الآن ما تخرج من صنعاء أو من المدينة التي أنت خرجت فيها في ذمار أو ما شابه إلا مقابل إذن، تستأذن من المشرف أن أنا عاد أتنقل إلى مكان ثاني، أنا أستأذن منك أن أخرج، هذه طريقة. الأخرى أنه تدفع فلوس، بعضهم يدفع نص مليون، بعضهم يدفع مليون، بعضهم وصل لحد 2 مليون، أضف إلى ذلك أنه إذا كان عندك أموال أو ممتلكات محتجزة عند الحوثيين من الصعب أنهم يعيدوها، وهذه نقطة ربما إشكالية أيضا أخرى، لكن العوض بسلامتك بكل تأكيد يوسف. لكن قبل أن يعني أذهب إلى الفاصل، في ذلك الوقت عندما كنت في يعني في مكان الاحتجاز، هل كنت تأمل بالخروج بأي شكل أم أنك كنت تصر على يعني أو كانت هذه النقطة لا زالت لديك أيضا؟
فعليا في البداية كنت أرفض يعني أني أخرج مقابل التبادل، لكن عندما شفت أنه في أشخاص تجاوزوا العامين يعني داخل السجن والحوثيين يرفضون إخراجهم رغم ما قدموا من وساطة ومبالغ مالية، فكرت حتى وإن خرجت مقابل أسرى ربما هذا الأمر يعني أفضل من البقاء داخل سجون الحوثيين. صح ان نشرع لشيء يعتبر يعني هو يعتبر جريمه، لكن ما فيش حل اخر. انت الان شيء تخرج، في احيان وساطات تصل الى انك خلاص تم حجز موعد انك ستخرج غدا، تقرير واحد من اي طرف او من شخص يكرهك او احيانا من مشرف او ما شابه قد يعيدك الى داخل السجن. يعني هذا ما يحدث في اماكن كثيره. انا عن نفسي لما شفت كثير من الاشخاص كنت اتمنى خروج بتبادل اسرى، اني ربما الحل الوحيد الذي صار متاح حاليا. طيب ساسالك على موضوع، اذا ما كان هناك من يعني عن اليه الخروج، كيف خرجت انت، كيف خرج اخرون؟ لكن سمحك عذرا ان نذهب الى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بك يوسف هنا مرة أخرى. يعني بالعودة إلى نقطة كيف خرجت، كيف علمت بتفاصيل يعني أنك ستخرج؟ ما هي تفاصيل تلك اللحظات؟ كان عندي معلومات مسبقة أني بخرج تبادل، لكن حسيت أنها متى كان ذلك؟ قبل 6 أشهر من خروجي، أنه هناك يعني محاولة إدخالي ضمن تبادل أسرى، لكن شعرت أنه كله كلام تطمينات، لأنه التطمينات بدأت منذ بداية يعني بعد ما زارتني أسرتي لأول مرة بعد شهرين، أنه إحنا نحاول نخرجك، هناك شخصيات دخلت في الموضوع. لكن بعد مرور حوالي 4 أشهر من سجني حسيت أن الأمور بات طول، طرحت قلبي أنه خلاص يعني لازم أتعايش مع السجن. صعب أني أتعلق بأوهام وأحلام ربما توقعت الأسوأ. نعم، فطرحت قلبي ربما هذا ساعدني في تحمل ما مضى من السجن وما سيأتي. لما خبروني شفت أن الكلام يعني أول جاءوا قالوا خلاص أنت تخرج بعد أسبوع تبادل الأسرى في السجن المركزي. قالوا أنت تخرج بعد أسبوع، مر الأسبوع بعد أسبوعين شفت أن الأمور بدأت تطول، خلاص نسيت الأمر. الآن فجأة بعد ما قلت للشرطة العسكرية بعد مرور شهر تقريبا جاءوا أخرجوني. أنا ما كنتش عارف أصلا، لأنه كان لنا شهر تقريبا في الشرطة العسكرية ممنوع من الزيارات، ما عندنا شيء تواصل مع العائلة، فما كانش عندي فكرة أنه في خروج. فلما استدعوني وأخذوني ذهبت، فعرفت وقتها وأنا فوق السيارة وأنهم يقولوني أنه أنا خلاص يعني في تبادل. بس كان أيضا في نفس اللحظة كنت قلق بفشل الصفقة، أنه حصلت أكثر من مرة فشلت تبادل الصفقة، وعادوا بعض المعتقلين من الحدود ما بين مأرب والبيضاء، يعني كانت تفشل كثير بعض الصفقات. هل كان هناك نوع من يعني تعامل أقسى بعد فشل هكذا صفقات؟ أما الأمر في أشخاص يعني كان يعني أحيانا حتى جرحى كانوا يعيدوهم ويضعونهم في زنازين انفرادية ويمنعوا عنهم الأكل،
يعني من أجل كانوا يقولوا يأدبوهم، يعني أيش ذنبه هو شخص في الأخير هو معتقل أو أسير، لكن الحوثيين ما يتفهموش بهذا الطريقة، شافوا أنه ربما هو المعرق للصفقة. يعني في أشخاص كثير، وأنا أذكر يعني مثلا أحد الأشخاص هم من الحديدة الشيخ طيب أمين، شخص كبير في العمر أصيب بأمراض كثيرة مثل السكر والضغط وكثير من الأمراض، 4 مرات تقريبا يعاد من الذمار أو من البيضاء، ويعني يتعاملوا معه بشكل سيء الحوثيين. يعني أنت أين تمت صفقة التبادل؟ الوسيط لأنه من نفس منطقتي ساعد في إخراجي بداية إلى صنعاء من أجل لقاء أسرتي قبل، لأنه أعتبر خروجي إلى مأرب كنفي، أنا تم نفي من المكان الذي أنا منه، فأبقاني في صنعاء لمدة 2 أسبوع بعد تفاهم مع الطرفين، بعدها نزلني أخذني إلى المأرب كالتزام. أيوة، لأنه لازم يوصلني إلى مأرب، سلم لهم البديل يوم خروجي من السجن، وبقيت في صنعاء لمدة حدود 10 أو 20 يوم، لأنه كان لدي 10 أيام حصلت المشكلة التي حدثت بين علي عبد الله صالح وبين الحوثيين، فالوضع الأمني أخر خروجي من صنعاء لما انتهت المشكلة وتم إنزالي إلى مأرب. طيب، أنت تطرقت إلى نوع من أنواع أخرى لخروج المختطفين، مسألة الدفع مقابل مالي أو ما شابه، إلى أي مدى هذا يشكل فعلا يعني نوع من الاقتصاد أو نوع من الاستفادة لميليشيات الحوثي من هذا الجانب؟ يعني هم الآن استفيدوا ماليا، يعني أنت لما إذا خرجت شخص مقابل 1 مليون أو 2 مليون أو 0.5 مليون، أولا أنت تخرجه مقابل مال، الشيء الثاني أنت المستفيد لأنه خرج بضمانة شخصية، وأنك تجبره على أنه لا يتكلم، تجبره أنه يبقى في المكان الذي هم يريدوا. لكن لو خرجوا بدون مقابل مال ولا خرجوا بدون ضمانة يكون حر، فهذا يعني هذه مشكلة تسبب الكثير من المعتقل. لكن في نهاية المطاف الخروج ولو حتى مقابل المال والخروج من السجن يعتبر شيء كبير يعني، ونعمة كثير يحلم بها المعتقلين داخل السجون الحوثيين. طيب، أنت الآن بعد ما خرجت قرأت لك يعني منشورات على أنك تتحمل أو تحمل نفسك مسؤولية نقل ما عاناه الناس بداخل هذه السجون، إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر يعطى حقه في وسائل الإعلام، لدى المنظمات الحقوقية، لدى الجهات المسؤولة، يعني لدى الحكومة الشرعية أيضا؟ يعني هناك في تفاعل كثير، لكن هذا التفاعل للأسف أنا أشعر أنه مشتت، ما فيش يعني شغل موحد يصب. يعني مثلا على سبيل المثال جماعة الحوثي استطاعت أن توصل ما تريده بشكل مختصر وعبر تكتل واحد، يعني حتى وإن كان معها أكثر منظمة، لكن الهرم هو الأساس الذي يشتغل على ضوءه. يعني على سبيل المثال أثناء تواجدنا في جنيف كان الحوثيين يعني استطاعوا أنه بأشخاص محدودين أنه يصلوا رسائلهم، أيضا بالتواصل مع بعض الإيرانيين والبحرينيين واللبنانيين، بينما نحن مشتتين، كل جهة تشتغل لوحدها، وبنفس الوقت احيانا تجد تعارض بين جهه واخرى لما يضيع من مصداقيه ما تنقله. وكثير للاسف كثير من المنظمات، كثير من الجهات يعني تشتغل مقابل ما تحصل عليه من المال، واصبحت قضيه المعتقلين والمختطفين اصبحت قضيه ابتزاز، وقضيه يعني من يحصل على اكثر يعني من المال او التواصل مع المنظمات الدولية التي تضخ. أنا أعتبر يعني الأمانة، وهذا شهادة أنا أشهدها لما لاحظته أثناء تواجدي في السجن وبعد خروجه، رابطة أمهات المختطفين هي أنجح جهة عملت بكل ما لديها من إمكانيات من أجل إيصال ما يحدث داخل السجن وما يحدث مع أسر المعتقلين إلى الرأي العالمي، إضافة إلى ربط الطرفين الأسرة والمختطف. فصراحة مثل هذا الجهات، مثلا رابطة أمهات المختطفين، رغم الدعم التي تجده من أشخاص أو مثلا جزء بسيط من الدولة، إلا أنها رابطة يعني ربما لأنها معنية بالأساس يعني الأول محدودين، وفي الأخير هي لا تتبع لها دولة ولا ما شابه. لكن على سبيل المثال مثلا يعني قبل في لقائي في جنيف مع وزير حقوق الإنسان تكلمت معه بخصوص لماذا لا تدعموا أسر المختطفين. يعني أسر المختطفين المفروض على الأقل مبلغ مالي يساعدهم،
يعني كم قدرتهم على تحمل خصوصا الآن ارتفاع أسعار الغاز والبترول وما شابه. يقول لي نحن سلمنا عبر الرابطة يعني مبلغ للأسر يعني كراتب أسبوعي. قلت له كم؟ يقول لي راتب. طيب أنت الآن تحمل رابطة أمهات المختطفين على شيء، وفي الأخير طرحتهم أمام الأسر كوجه مدفع وهم بالأخير ما يتحملوش. لماذا لا يعني لا يتم دعم مثلا الرابطة للتحرك بشكل أكبر؟ يتم دعم منظمات تستهلك أموال طائلة مقابل رابطة أمهات، يعني أحيانا عبر شخصيات تدعم مبالغ لدعم بعض الأسر بقدر الإمكانيات. طيب أسمحك عذرا مرة أخرى أن أرحب بمن ينضم إلينا الآن، وكيل نقابة الصحفيين الأستاذ سعيد ثابت. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذ سعيد. ربما سمعت إلى ما تفضل جزء من ما تفضل به الأستاذ يوسف، كذلك يعني موضوع يوسف صحفي خرج في نهاية المطاف واختطف من منزله، وفي نهاية المطاف خرج بصفقة تبادل أسرى. لماذا إلى الآن لم تفلح الجهود الضاغطة على ميليشيات الحوثي للإفراج على المختطفين الذين لم يقوموا بشيء سوى أنهم لربما كانوا معارضين لهم؟ أهلا وسهلا بكم، والحمد لله على السلامة الأخ يوسف، وإن شاء الله نرى بقية الزملاء وقد تمتعوا بحرية أسر هؤلاء الميليشيات. الحقيقة هذا السؤال مهم. نحن نتعامل مع حالة ميليشياوية وليست مع حالة دولة. التعاطي مع الميليشيا تكون فيها صعوبة، لأن منطقة الميليشيا هي منطقة العصابات والمنطقة العسكري والمنطقة الحربي. عندما كان فرق مرحلة قبل الاجتياح الحوثي، عندما كانت هناك بقايا دولة حتى في عهد المخلوع علي عبد الله، كانت نقابة الصحفيين تمارس ضغوطا من خلال أدواتها المدنية، من خلال الاعتصامات، من خلال الاحتجاجات، وتضغط أيضا من داخل عاصمة صنعاء لتحقق أهداف العمل النقابي. لكن في حالة ميليشيا غاشمة ضربت كل البنى التحتية للمؤسسات المجتمع المدني، يصعب حقيقة التعاطي معها. هذه ميليشيا لا يمكن أن تفهم غير لغة السلاح وغير الرصاص، لا تتعامل مع الأقلام ومع البيانات، لأنها هكذا وجدت. نقابة الصحفيين وبقية المجتمعات المعنية بالحريات حرصت منذ فترة طويلة كما تعلم، من خلال زملائنا المشردين أيضا في بقية أصقاع الأرض، للضغط والتواصل مع المنظمات للحصول على إفراج كامل وغير مشروط للزملاء المختطفين لدى ميليشيا الحوثية. لكن كان دائما نصطدم بإصرار عجيب من قبل هذه الميليشيا تتعامل مع الصحفيين كما لو أنهم عسكريين، وهذا ما أباح به زعيمهم المتهم، أو أن نحن نعتبره مجرم حرب، عبد الملك الحوثي عدو الصحافة، عندما تعامل مع الصحفيين باعتبارهم أخطر من الجنود على الأرض عندما خطب خطابه الشهير في عام 2014. لذلك كنا دائما نعترض حتى على طريقة تبادل الصحفي بالمقاتل، نحن نرفضه، لكن نتفهم وضع المخطوفين وعوائلهم وأسرهم، ولذلك نغض الطرف باعتبار أن هذا واقع للأسف، رغم أننا نتحفظ على طريقة التبادل بين الصحفي والمقاتل. الصحفي لا يوازي المقاتل، الصحفي صحفي يعتبر شخصية مدنية لا يملك من سلاح غير قلمه. هذه نقطة. نحن اليوم نعاني من الميليشيا، وأيضا بالمقابل نعاني من كان الناس يظنون أنهم منقذون، وهم التحالف العربي. اليوم لدينا صحفي مختطف في المكلا، ولدينا أيضا مضايقات وأحراق مقرات مطابع وصحف في المناطق التي يزعم أنها محررة، وهي حقيقة تحررت من الميليشيا لتقع في قبضة الاحتلال. لذلك هذا هو واقع الأسف الشديد، واقع كارثي بكل المعايير. الزملاء كما تعلم يحاولوا أن يضغطوا من خلال وجودهم في بعض العواصم واتصالاتهم مع المنظمات الدولية بالتخفيف عن هذا الأمر، لكن الحقيقة أن هذه الحالة ستستمر ما دام الميليشيا قائمة وتجتم على صدر الوطن، وما دام الاحتلال يعبث في أرض الوطن.
أشكرك أستاذ سعيد ثابت وكيل نقابة الصحفيين على تواجدك معنا في حلقة اليوم، شكر جزيل لك. بالعودة إليك أستاذ يوسف، المعاناة كبيرة بكل تأكيد، كنت أنت في جنيف، كيف كانت الأجواء هناك؟ هل أنت راضي على ما حدث في جنيف؟ من جهة ما قمنا به يعني أنا راضي عنه، لأنه كان في هناك عدة أشياء قمنا بها وهذا هو الشيء الجميل، لكن كدورة هي أنا أعتبرها دورة ميتة، يعني ليس لها أي. لماذا؟ هي دورة ربما من أجل ماذا أقول، يعني دورة ليس لها أهمية لأنه ليس لها أي قرارات تصدر، القرارات غالبا ما تحدث في دورة يونيو بعدها دورة ديسمبر أو سبتمبر يعني. فهذه الدورة كان لتغطية فراغ، الحوثيين لا ينفردون بفراغ ما يحدث من أجل أن يوصلوا رسالتهم للمنظمات الأخرى. ربما كان أكثر فائدة من هذه الدورة هو تشبيك مع منظمات لاستماع لما يحدث وإيصالهم رسائل. هل تم في هذا السياق؟ نعم، كان أنا صراحة أنا أعتبر في نجاح في هذا الشيء، أنه أوصلنا رسالتنا إلى هذه المنظمات، أوصلنا رسالتنا إلى المقررين، كان التقينا بعدد من المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان واستمعوا إلينا، استمعوا لشهادتي أنا كشاهد حي حضر إلى جنيف، استمعوا لبعض القصص. كان هناك أيضا إعلان عن جائزة ريهام البدر وكانت هذه خطوة ناجحة. أيضا حاولنا خلال تواجدنا في بعض الندوات الخاصة بالحوثيين تعرية ما يتحدثون بعكس ما يحدث بالداخل، فكانت هذه من أنا أعتبرها النجاحات التي حصلت. أما كدورة بشكل عام للأسف كان يعني ليس هناك أي اهتمام، حتى الجلسة مثلا التي أقيمت من أجل الغوطة يعني كانت فقط جلسة صورية، لكن الواقع لم يخرج بشيء. طيب الآن يعني ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة لك يوسف؟ أولا سأواصل عملي في هذا المجال من أجل الزملاء الصحفيين الذين لا يزالون في معتقلات الحوثيين، والذين أشعر بمعاناتهم كمعاناتي أنا شخصيا ومعاناة أسرهم، إضافة إلى بقية المختطفين. هناك مختطفين مخفيين قسريا، هناك مختطفين ليس لديهم أي قضية ولم يتم بعضهم لم يتم التحقيق معهم ولا مرة واحدة. أضف إلى ذلك أن هناك أشخاص نستطيع يعني إذا استطعنا إخراجهم كتبادل أسرى، نوصل رسالة العالم أنه يجب أن لا يتم اتخاذ المعتقلين ك يعني كقضية سياسية بين الطرفين، إلا أن للأسف مع التقائنا بعض الشخصيات الدولية بيتكلم أنه نحن في نزاع مسلح، وأي شخص مختطف حتى لو تم تبادل أو ما شابه أنت ضمن النزاع المسلح، لا نستطيع أنه نجنبك أنت كشخص مثلا ليس لك دخل بالقضايا بين الحوثيين وبين الحكومة، لكن نعتبر ما يحدث في اليمن نزاع مسلح. وكما قال الممثل الصليب الأحمر الذي التقينا به قال حتى وإن قام الحوثيين باعتقال أي شخص فهذا من ضمن الاحتياطات الأمنية التي يعني هذا ضمن ما يحدث لدى الصليب الأحمر أنه احتياطات أمنية، لكن نحن نتأكد من الناحية الصحية والناحية سجنك يعني أو الأمر بالنسبة لهم مبرر. هذا كقانون دولي ذكر لنا بعض القوانين أنه موجود يعني أنه من حق أي طرف في النزاعات المسلحة أنه يعتقل أي شخص حتى وإن كانت تدابير أمنية مسلحة وإن كانت ميليشيا مسلحة. لا هو الآن يعتبرهم سلطة يعني سلطة أمر واقع موجودة. عجيب. طيب هذا ما يحدث يعني. يعني هذا كانت وجهة هذه ربما يعني تقول لي الآن لجنة الدولية للصليب. نعم يعني هذا كواضع يعني كواقع وقال هذا موجود ومعروف وجميع المنظمات تعرف هذا الجانب. انه ما يحدث الحوثيين ما يقومون به يعني ضمن النزاع المسلح، لانه الان يعتبروا ما يحدث في اليمن نزاع مسلح، يعني استطاع الحوثيين استطاعت ايران ان تفرض جماعه الحوثي داخل المنظمات الدوليه من اجل ان تبسط ما يحدث في اليمن وكانه نزاع شخصي وليس له دخل. هذا الامر فقط للجنه الدوليه الصليب الاحمر، هل تواصل يعني هل تواصلت معك منظمات مثل العفو الدوليه، حقوق الانسان، للاسف فقط لجنه حمايه الصحفيين، لكن هذه المنظمات يعني كأن هناك بوابات، البوابات المرور عليها يجب أن نمر على الحوثيين أو الأشخاص الذين يعني يتواصلون مع الحوثيين، سواء الجهات يعني شغلها مع إيران أو ما شابه، وهم الماسكين بوابات هذه المنظمات. وللأسف ليس هناك أشخاص داخل هذه المنظمات يستطيع إيصالنا لهذه المنظمات إلا بصعوبة. طيب يوسف في آخر يعني لحظات هذا اللقاء أطلب منك رسالة لأي كان لمن تريد بطبيعة الحال
ما الذي تقول؟ رسالتي أولا للحكومة أنه يعني المختطفين يحتاجون أن يشعروا أن هناك لا زال هناك دولة، أقل شيء أنها تسمع صوتهم للآخرين، تهتم بأسرهم. يعني الاهتمام بالأسرة هي ربما يخفف عن معاناة السجن، هذا أولا. رسالة الثانية لجماعة الحوثي أنه مهما حاولت جماعة الحوثي أن تظهر بأنها مظهر حسن أمام الآخرين إلا أنها أصبحت ليست يعني مقبولة لدى اليمنيين بشكل عام. رسالة الثالثة المنظمات، أتمنى من هذه المنظمات أن تشتغل يعني باحترام للشخص كشخص، أما أنها تبتزه أو تستغله من أجل مصالحها الشخصية فهذه يعني للأسف يعني شيء سيء وقذر، يعني يمثل انتهاك ربما. نعم. بالنسبة لكم. نعم. أشكرك جزيل الشكر يوسف على تواجدك معنا في الاستوديو اليوم، فخور أن من حظي بهذه المقابلة في المساء اليمني. شكرا مجددا لك وأهلا وسهلا بك دوما. أهلا. إن شاء الله مدافعا عن الحقوق والحريات بكل تأكيد. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا على إنصاتكم واستماعكم لنا. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.